يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه إذا تردى، قيل معنى تردى أي مات، وقيل تردى في النار، فما الراجح في ذلك؟ كلاهما يحصل، تردي في الموت والتردي في النار كلاهما يحصل، والتفسير قد يكون اختلاف العلماء فيه من باب تفسير التنوع لا تفسير التضاد، يكون الآية تحتمل عدة معاني كل واحد يأخذ بمعنى منها. نعم.